أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من أعظم أسباب الوقوع في الشرك هو الغلو في الصالحين. من أعظم الأسباب الموقعة في الشرك هو الغلو في الصالحين، إذ أن أول شرك وقع في الأرض سببه الغلو في الصالحين. قوم نوح ماذا فعلوا؟ كان عندهم رجال صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال، هذه أسماء رجال صالحين. لما ماتوا أتاهم الشيطان في صورة رجل وقال لهم: هؤلاء الصالحون ماتوا وأنتم الآن تنسون ما كانوا عليه من الخير، فجعلوهم في صور أصنام، أو يعني في صور تماثيل، وجعلوها في مجالسكم حتى تتذكروا ما كانوا عليه من الخير. ففعلوا هذا الأمر، فنصبوا هذه التماثيل ليتذكروا ما كانوا عليه من الخير. ثم لما مات هؤلاء وجاء من بعدهم ونسي العلم، جاءهم الشيطان قالوا إنما قال لهم إنما كان ينصب إنما نصبها آباؤكم لأنهم كانوا يعبدونها ويتقربون إليها فعبدوها من دون الله عز وجل. إذن فسبب الوقوع في الشرك والغلو في الصالحين. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. استدل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على أن سبب الوقوع في الشرك مذكور في هذه الآية: هل يستطيع أحدكم أن يستخرجه؟ طيب، هؤلاء الذين عبدوا الصالحين لماذا عبدوهم؟ اعتقدوا أنهم ينفعون ويضرون وأن بيدهم التصرف في هذا الكون، وأنهم لو سألوهم الولد أعطوهم ولو سألوهم المال أعطوهم. إذن ماذا فعلوا في الصالحين؟ رفعوهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل فيها، فأعطوا صفات الله عز وجل للصالحين. من الذي يرزق ويعطي ويمنع ويخلق ويقدر ويرزق؟ الله عز وجل. فالله عز وجل بين سبب وقوعهم في الشرك أنهم ما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا من هو الله عز وجل الرازق
القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال في آخر الآية سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن نعيد مرة أخرى أو نعود مرة أخرى، ما سبب وقوعهم في الشرك المستنبط من هذه الآية؟ هو الغلو في الصالحين، بعبارة أخرى أيضا وما قدر الله حق قدره، ما عرفوا أن الله عز وجل بيده هذه الأمور. طيب، يقول الشيخ السعدي الغلو في الصالحين لا شك أنه هو السبب، لا شك أنه هو الباب المفضي إلى الشرك قديما وحديثا، قديما وحديثا.